اهلا وسهلا نزار علي بدر. اهلا وسهلا استاذ نزار. استاذ نزار، يا ترى جاي النهارده تقف على المسرح من اجل ماذا؟ انا نزار علي بدر، المعروف بجبل صافون، عمري 54 سنه، مقادم من سوريا. اغلب اوقاتي بقضيها بالنحت وبتشكيل الحجر. الموهبه وجودي من 35 سنه، من لما عويت على الدنيا كنت انحت اشياء صغيره بالصلصال او بالطين. بعدين كل ما كبرت تطورت معي الحاله لحتى وصلت لمرحله انه انا انحت باقصى انواع الحجاره. شو رح تقدم لنا اليوم؟ تشكيل حول الهجره اللي حدثت بسوريا. تفضل. حامل ابنه. الله 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 الله. الحجر رح ينطق والبني ادمين ما بتنطقش. والله ما عنديش احساس او فعل نفسي اعمله غير اني انا ابوس راسك. والله على هذا الاحساس والعمل اللي انت عامله اثرت فيا ووجعت قلبي. تسلم يا حبيبي. بحجرك. تسلم يا حبيبي. ومين اللي قال انه الحجر ما بينطق؟ نحن اللي ما بنعرف نسمع. زين، نحن بنشكرك انك جيت على البرنامج. انا انبسطت فيه. احمد. نعم. وانا نعم. علي. وانا نعم طبعا. عم تستهتروا وقتنا. احنا مش اسمنا عليه. ما بيصير يا اخي، انا مبسوط. انت شفت حركه كلينكس دي؟